Bobby. ليش عم تبوسي؟ مين هو؟ ليش عم تبوسي كتير وهو معه سكر؟ قصدك مين هو؟ قصدي العم سينك شبك. العم سينك؟ اسمه سينك صح؟ ايه صح. ايه هذا اسمه؟ العم سينك. طيب بريندا سلمي لي عليه. ايه الو عم سينك زوجي. طيب فيني احكي معه؟ انكسر الموبايل، انكسر وما عاد فينا نحكي فيه. وقع فجأة. اليوم مو منيح على الموبايلات. صح. طيب روح على شي محل وصلحه وبشوفك بالبيت. ماشي حبيبتي. ليكي انا نسيت خبرك بشغله. شو بدي اقول لك يا روحي، يعني نفس القصه القديمه الممله، وهالليله رح تكون ممله كمان مثل كل الليالي اللي بطلع فيها بالعاده لحتى سلي الزباين. المهم شو المهم؟ لهيك انت لا تنطريني. ايه بعرف هادي اللي من دلهي صح، حتى بوجا وراج رح يزوروه. لا لا لا، هي مو من دلهي، هي من كلكتا. قلت هي؟ بس هي هي قصدي هو هو اي هي هو استاذ مدرسه كبير ومحترم كتير مثل ما عم قلك. اي وشو اسمه؟ هاني. هاني 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 براتاب سوبر امانيام فيرات كول. شو كأنه الاسم كبير؟ اكيد اسم كبير لانه يلي عنده هو كبير. هي هو هو عنده كتب كبيرة. كتب؟ ايه عنده مكتبة كبيرة وفيها كتير كتب انا ما بقدر اوصفها بنا. ايه اللي بهالمقابلة بشو رح تتناقشوا؟ نفس الشغلات المملة يا روحي، ورح يكون في شمعة شاعلة على الطاولة كمان، ورح يكون في مشروب طبعا، وبيضلوا لحالهم على الطاولة، وانا بهالوقت رح اقوم واعمل اللي علي. لهيك انت لا تنطريني الليلة. ايه ماشي؟ حلو، وانت كمان لا تنطرني لانه عندي مشوار الليلة. إيه؟ ليش؟ لوين رايحة؟ مع مين انتي رايحة وامتى رح ترجعي؟ وبعدي عن الرجال لأنه الاندال، وروحي مع شوفير وخلي موبايلك شغال واصحك تلغي تحديد بوجة. الموقع. موجة موجة هي اللي خططت عاملة حفلة لجمع التبرعات. إيه؟ حفلة شو؟ لجمع التبرعات وغرضها كتير نبيل، كل جمعية النسوان رايحة. صح بوجة؟ إيه؟ لأنه بوجة رأيها لازم نعمل خير. بوجة طلبت منك تعملي خير؟ بوجة مو لازم نعمل الخير ببيتنا بالأول؟ هو الخير ببيتي. شوفي حبيبتي أنا ما بحب أحكي هيك، بس كلمة الخير مو كتير بتناسبك، فعاملين مشان شو؟ مشان المناطق المختلفة. باي بوب. شو المناطق المختلفة عند بريندا؟ آه هلأ فهمت. راج 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 بوجة وين؟ أها عم تحكي تليفون خاص جوا، قالت لي ضل هون. شو؟ استنى استنى بوبي اتركني، بدي لاقي دليل لأمسكها بالجرم المشهود، أنا بورجيها. ما هي رح تسكر بس تشوفك يا زلمة، إذا أنت بتحبها اتركها ولا تكشف القصة، وإذا رجعت لك معناها ما حدا حبها وقتها بتتركها. آه. شو صار بالرسالة؟ بوبي نعم نزلت على الشارع وشفت الرسالة وضليت اركض وراها، بس الهواء كان قوي كتير وهي تطير قدامي وانا وراها، وركضت شي كيلو مترين وراها وكنت رح امسكها بس باخر لحظة. ايه ايه وبعدين كمل. وقعت بجورة مجاري. كان لازم تنط فيها وتختنق شوي بالريحة شبهك. الحب بيخنق كتير يا بوبي، انا بكره النسوان صدقني بكرههم كتير. انا موجود هون. راج لك صارت الساعة 7:30، تأخرنا لازم نروح. شو بك؟ ليش عرقان؟ فيك شي راج؟ من الركض. شو؟ ايه طبعا هو كان عم يركض للبناية اللي جنبكن محل مساكنة أكانشا، لأنه هو عم يعمل رياضة مشانك. اطلع قديش عم بيحاول. شو صاير معك راج؟ يعني ليش كل هالتمرينات؟ انت ما عاد شب صغير بعد اليوم؟ شب صغير؟ مو عرفان قديش عمره؟ عم تقول انك خلص خطيرت. شوف انت مو بالعشرينات راج، يعني انت ضعفاً على مرتين. ما بعرف شو بدي اقولك، بس خلص القصة صارت واضحة مع هالحكي. ارتاح شوي رح اجيب لك كاسة ليمون. بوبي انتبه عليه شوي. يعني شو بدك دليل اكتر من هالحكي؟ دليل؟ احكي بصوت عالي ليك راحت. ولا بقى تحكي بينك وبين حالك، انا عم حاول ركز وافهم لعبتها، وطلع معي العلامة رقم 10. هي مفكرة انه انا
اختيرت مفكرة؟ العلامة رقم تن تن هي بدها شاب أصغر مني بمنيح مشيها على كيفها أكيد ولهذا الصغير لازم هم مصاري أبوجة ما معه مصاري صح؟ هالوضع كتير محبط يا صاحبي مظهر. يعني شو يلي عم بيصير معك ما عم بفهم مو معقول كيف بيصير هالشي معك انت من بين كل العالم عن جد شعوري مخربط ومتضايق عليك بسيطة وما بعرف شو بدي اقول لك بس اول شغلة لازم اسألك عنها وافهمها منيح قبل كل شي انه هلأ انا شو بدي اقول لحبيبتي هاني بوبي لو سمحت هلأ وقت هاني تبعك مو مزبوط هلأ هو الوقت تبع هاني ولا نسيت مو معقول ها جو كيفك مدام عطيني هاي تفضلي مدام فيني اسألك سؤال شخصي شو هو؟ انه انت عاجبك كل هاد؟ شو هاد؟ موضوع الاستاذ راج والاستاذ بوبي ما عندي خيار تاني يعني هو ما بيسمع مني ابدا شو؟ بوبي بخليه مشغول طول الوقت تحت وبيضلوا عم يشتغلوا ويحاولوا 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 لازم يخف عنا شوي الحقيقة بوبي عم يقسى عليه كتير يلا روح جو بس روح. مدام لسه عندي الخزانات وكم شغلة تانية بدي ساويهم لازم روح على العشاء لو سمحت وشايف كيف راج متضايق وانت بتعرف كيف يصير غريب أحيانا ايه طبعا مدام بعرفه عنجد روح لكان روح مدام أنا بعتت كل العمال لهيك رح خلص كل شي وبدقيقتين وبعدين روح وعد طيب بسرعة أكيد مدام أكيد راج رح أرد على التليفون ألو؟ إيه صح؟ إيه صح؟ هلأ فهمت إيه إيه أكيد شو؟ لحظة واحدة بوبي؟ كيف بيجيك تليفون على رقمنا الأرضي؟ بصراحة تليفوناتي معطلة ولهيك أنا نقلت خطي لعندكم وأكيد هي مكالمة شغل لا هي بنت على التليفون خود راج معك إنفلونزا الخنازير إيه من الحيوانات اللي حوالي بوبي أنا شايفتك اليوم كتير متغير إيه وأنا حاسس إنه في غلط بالإضاءة بهالبيت كله من هالنجار الغبي بالضبط هاد مصمم ديكور ليش هيك عم تطلع؟ ما لازم تكون عدواني ما اصحك تحكي معي بهي الطريقة أنا ماني ولد إيه؟ وفيني أفهم كمان شو اللي بدك تفهمه؟ خليني أشرح لك قصده شوفي لما التليفون بيعطل بينقلوا لك الخط لهون وبيجيكي اتصال فبتضطري تفتحي حديث كيف؟ ما بتفهمه راج بس لك أنا ما عم بفهم شو عم يحكي أنا رح يا ويلي أنا بحاكي روح جو جنني هالزلمي شو عم تعمل لك جو؟ عفوا مدام بس كنت جوعان شوي لهيك فكرت روح جو يلا مدام ما فيني روح لسه لازم زبط الخزانات ولازم زبط كل شي والعمال راحوا ما ضل غيري منيح وانت روح هلا لا مدام في كتير شغل ناطرني ولازم ضل كل الليل كمان لا 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 ما فيك تضل كل الليل هذا الشي مستحيل شوف مو قلت جوعان وكان بدك تعمل أكل ايه معناها بتجي على عشاء معنا بتكون ضيفنا بس ليش لأجي معكم على العشاء راج رح ينبسط فيه لا 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 مدام الأستاذ راج ما رح ينبسط فيني بلو لا 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 مو هيك بالحقيقة هي فكرة راج عن جد؟ ايه لأنه هو معجب فيك كتير عن جد؟ ايه لا بلا شو هاد؟ أنا قلت له لجو أنه أنت ما عجبك لون هدول المخدات أنت قلتي له أني لقيت لون المخدات مو حلو؟ طلع فيهم أنت ما بتحب هيك ألوان ما هيك؟ حبيتهم شو قلت؟ حبيتهم كتير من إمتى؟ مو معقول عجبني لونهم كتير بوجة حبيتهم شو إيه هدول أحلى مخدات شفتهم بحياتي بتعرف؟ تعا 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 جو برافو عليك يا ولد تعرف؟ أنا بدي منك شغلي بدي إياك تحطهم على كنباية جلد سودا إيه؟ وبدي سجادة خضراء وبرادي مسخرفين يا راج شو عم بيصير؟ هي موعدتك بنو؟ ايه عم متغير يا حبيبتي أنا عم متغير كلنا هون عم نتغير ما هيك بوجة؟ ايجو حطن على كنباية جلد سودا فوق سجادة خضرة
مع البراد اللي مزخرفين على الشباك. راج انت جنيتي؟ شو عم تحكي؟ لا تحكي معي بهي الطريقة، تصرفي منيح. شو يعني تصرفي منيح؟ تعال شوف شو عم بيصير معك. ايه شو هالحكي؟ انا مو ناقصني غير الناس توجهني شو لازم سوي ببيتي. هذا بيتي وهذا وقتي وهذا مزاجي يا حلوة، وفوت وبطلع امتى ما بدي. راج يلا نطلع على العشاء، جو تعال معنا. جو؟ وشو دخلوا جو؟ منسيت قلك اني عزمت جو ليطلع يتعشى معنا الليلة. لشو؟ لانه هو رفقته حلوة. رفقتنا انا وياكي بتكفي. هاد رأيي كمان، حتى ثلاثة كتير مدام وجوكن غير جوي يا استاذ. خلينا نروح لو سمحت، هذا العشاء مهم. لا ما رح روح لمحل، لأنه هلأ لازم أحكي مع جو بشغلات كتير ضرورية. يلا جو. إيه استاذ، عندي نغمة جديدة لجرس الباب، فيني سمعك يا أنا بعرف أي نغمة بدي للجرس، لهيك لا تعذب حالك حبيبي. أي وحدة استاذ؟ نغمة أنا كتير معصب منك. خلص كرمالي راج. سمعك ياها ولا فهمت للنغمة؟ بكفي خلونا نطلع، بتكملوا بالسيارة، يلا امشوا. لا انا بدي كمل حديثي هلا ومحل ماني واقف، انا سيد البيت وقراري هو بيكون القرار النهائي. شو قصدك؟ سيد البيت بده يضل بالبيت الليلة. اليوم ما فيك. اليوم ما فيك. توبي توبي استاذ. وانت شو دخلك؟ ما دخلني. احكي، بيزعجك هالشي؟ لا ما بيزعجني وما دخلني. لكن خلينا نعمل شو بده سيد البيت. قلت من شوي الليلة رح نضل بالبيت. مثل ما بدك. بيقرف. وعدك المعبى بالورد مع حبيب القلب ما في يتفتح بيناتكم الليلة. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. مدام؟ نعم. الأستاذ مالهوترا غير كل نمط الألوان، لهيك لازم أرجع على الاستديو وجيب القوائم، ولهيك مضطر إني روح اليوم. جو أنت كتير لطيف، رح أجي لعندك بكرة على 10 ورح ساعدك بكل شيء. مدام وأنت لطيفة، شكرا لأنك وقفتي جنبي، تعرفي بوعدك رح يكون كل شيء مثل ما بدك. بعرف قديش صعب عليكي إنك تهربي من زوجك والظروف كل مالها لأسوأ. بعرف قديش صعب عليكي إنك تهربي من زوجك والظروف كل مالها لأسوأ. هاد جو